هرمون البروجسترون بيقل مع كل ما تقدم السن بعد 35 سنة. ليه؟ لأن كمية الهرمون اللي بتطلع مرتبطة بقوة البويضة الموجودة. فمنذ سن البلوغ لحد سن 35 أقوى البويضات بتطلع الأول وبتخلص. اللي بيبقى في المبيض بعد سن 35 بتكون بويضات إلى حد ما أضعف من نسبيا بالنسبة للبويضات اللي طلعت في الأول، وبالتالي كمية الهرمونز اللي بتطلع من البويضات دي وخصوصا هرمون البروجسترون اللي بيطلع بعد حدوث عملية التبويض بتكون قليلة، فبالتالي بتبدأ تأثير نقص البروجسترون يبان. بعض الناس بيطلع لها بدري جدا، حتى يمكن في سن العشرينات للبنات اللي هم ما عندهمش تبويض، اللي عندهم بوليسيستيك اوفري او المبيض المتكيس. متكيس يعني ايه؟ يعني البويضه مش بتطلع من القشره بتاعتها وبتبقى موجوده في داخل القشره وبتعمل كيس في ميه او في سائل. اللي احنا عرفنا او عارفين ان البروجسترون بيطلع من القشره بعد البويضه ما تطلع منها، فلو في سيدات عندهم مشكله في التبويض بالقطع بيكون عندهم البروجسترون اقل من الطبيعي. كل ما السن تقدم بعد 45 سنة الكمية بتكون أقل، 50 سنة بتكون أقل جدا، بعد انقطاع الدورة بتكون بشعة، وده بيعمل تأثيرات سلبية على الحالة النفسية للسيدة، بيزود القلق والتوتر لأن البروجسترون مادة مهدئة للمخ زي بالظبط الفاليوم اللي هي البنزودايزيبين، الأدوية اللي بتساعد على الاسترخاء والنوم، بالإضافة إلى أن هو بيعالج الاكتئاب أو مضاد للاكتئاب ومضاد للتوتر. لكن البروجسترون ده البروجسترون الطبيعي الآدمي، لكن البروجسترون المصنع اللي هو الأدوية بيجيب اكتئاب وبيجيب توتر وبيزود الشهية وبيحوش مية في الجسم وممكن يجيب سرطان ثدي وبيأثر على الشرايين وبيزود الجلطات. لذلك الهرمون الدوائي لو هضطر استخدمه بستخدمه لمدة شهر شهرين بالكتير، لكن المريض ما بيمشيش عليه أو المريضة ما بتمشيش عليه، لأن لو مشيت عليه احتمال الأثار الجانبية اللي أنا قلتها كلها ممكن تحصل. لكن البروجسترون الآدمي ليس فيه هذه الأثار الجانبية، وده ثابت بالإبك ستادي اللي استخدموا فيه البروجسترون الآدمي بمقارنة النتائج بالدراسة الأمريكية اللي اسمها WHI ستادي اللي استخدموا فيها الهرمون الدوائي اللي فيه 16 ذرة مش موجودة فيه أصلا، لو إن الهرمون الطبيعي اللي هو الهرمون الآدمي لا يتسبب في أي من هذه الأثار الجانبية على الإطلاق. بالعكس إن هو بيعالج التوتر وبيساعد على النوم باسترخاء وبيساعد على علاج التوتر والاكتئاب، وله تأثير مضاد للالتهاب وهذا بيدعم المخ. المفروض كمان النسبة بين البروجسترون والإستروجين والبروجسترون تكون نسبة ثابتة، يعني لو البروجسترون قل الإستروجين هيزيد، فده اختلال النسبة دي ممكن يعمل لنا تأثير على خلايا المخ وبالتالي على الوظائف المعرفية. لذلك المفروض النسبة بينهم تكون نسبة ثابتة، بنحبها تكون 1:10.